Do you remember? Yeah. لورين شبين؟ طبعا هذا لورين بنت عقيل ما شاء الله. عقيل بوسة. خير عليكم. اليوم اول تمرين بعد الاجازة. طبعا اول شيء كان شغلني اللي هي 3 تيشرتات حق الفائزين. اليوم حتتوقع من جميع اللعبة عشان نسلمها للفائزين 3 اللي اعلنت عنهم من قبل. انت اللي سويت المسابقة ما سويت شيء. ماني موقع ابوي. ماني تعال بسرعة خلص علينا بالله. هذا السؤال انا ايش قاعد افكر؟ الحمد لله بس افكر على فاضي لك انت. يلا بس مسابقتك النايمة. يلا خلص بس علينا الموقع. قال الحمد لله بس. معانا هيا بنت كابتن محمد شلية. استحي صح قولي شيء. أسامة يا أسامة جاي فنيلة لمين توقعها؟ وسطات ها؟ أنا ورا أجين نامت البنت ولا لسه؟ والله بدنا نورين هنا بدنا. هذه أخت عقيل كمان بينك تعالي. لما تخلينا اصور صورتك. عمرك 30 وما تقدر تفوز. طبعا استاذ كريم الله يديك العافيه للعشاء بمناسبه فوزنا بالدوري. ايش تحب تقول للنادي الاهلي؟ مبروك رب الكاس ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بسام عرب يا ايوه شو رايك محمود مرهب.